الأقلام التي كان يمضي نهاره تحت أشعة الشمس ليبيعها ويشتري خبزا لولديه كتبت له قدرا مختلفا على صفحة جديدة. عبد الحليم العطار المعيل الوحيد لولديه لم يستوعب بعد حجم الحملة الشعبية التي نظمها الناشط الأيسلندي المقيم في أوسلو جيسور سيمونسون. لم تتغير أحلامه لكنها أصبحت أشمل. يوم أنه الحمد لله رب العالمين أنه اللي وقفوا معي بالحملة الحمد لله بشكرهم كثير. أنا هلأ مو مصدق حالي بحلم قاعد. أنا هلأ بحلم أنه أمن أولادي اشتري لهم بيت وساعد العالم المحتاجة. في ناس كثير محتاجة من سوريا، يعني شوف السورية روح شوف بيوتهم شوف شو ناقصهم جيب لهم كل شيء. يعني لا يخرج كثيرا من منزله، يبقى مع طفليه ليهتم بهما، ويترك للجمعية اللبنانية من أجل اللاجئين أن تهتم بتفاصيل حملة التبرعات الإلكترونية التي وصل مجموعها إلى نحو 150 ألف دولار حتى اللحظة. فالعطار وهو لاجئ من مخيم اليرموك في سوريا لا يملك حسابا مصرفيا. بقوانين انديجوجو الحملة على التواصل الاجتماعي نحن ما بنقدر نسرح المصاري، ما بنقدر نسحبها قبل ما تخلص المهلة الأساسية اللي كنا حاطينها اللي هي أسبوعين، أي بعد في حوالي 10 أيام تقريبا تنقدر نسحب المصاري. بقى يعني هي الحملة موجودة بعدها إذا بدك بالعالم الافتراضي، ولكن بعد ما وصلت تتحول لكاش بحساب بالبنك. بعد يعني بعد بدها وقت. نحن عم نحاول نقسم الشغل لمراحل. بالمرحلة الأولى نحن كجمعية لبنانيون من أجل اللاجئين رح نتكفل بهيدي المرحلة بأوراقه، لنخلص الأوراق لنسجل الأولاد بالمدرسة ونلاقي بيت قريب من المدرسة لما يكون بعيد. وبالمرحلة الثانية يعني الأراض بيكون تسرحت المصاري، كنا عم نفكر أنه نعمل له مصلحة صغيرة. ولأن عبد الحليم كان يحلم لولديه أن يرتقيا سلم العلم، فهو طلب أن يخصص جزء من التمويل لمساعدة أكبر عدد ممكن من أطفال الشوارع وتسجيلهم في المدارس. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، بيروت.